حتى ما مرحبا صاحبه وعدوه. اليوم مدينة سيدي بالعباس تحتضن مهرجان دولي للرقص الشعبي. هذا المهرجان اللي هو مكسب للمدينة اللي عندها حوالي أكثر من 10 طابعات كان متوقف لظروف اقتصادية وظروف الوباء. اليوم يعاود يرجع المهرجان، صافي فريمون بليزير كو لا فيل تعاود تحيا من جديد، لأنه مدينة سيدي بالعباس معروفة بالفن، معروفة بالرقص الشعبي. سنقوم بعرض قريبا، لدينا بروفات ونقوم بالكثير من التدريب ونحن جاهزون جدا للأداء. الانطباع الأول هو أننا متواجدون بمدينة جميلة جدا ونقيم بفندق رائع. سيكون لدينا الوقت غدا وفي الأيام القادمة لزيارة السوق وبعض المحلات، لذلك سنستمتع بذلك. هذا المهرجان كنا عطشانين بزاف، روحنا علينا سنين، وان شاء الله نطلبوا الله اللي يعاود ولانا وجانا باش هو اللي يلم من الشمل الجمعيات ويلم من الشمل الفرق اجنبيه ووطنيه. احنا اليوم راه ندير افتتاح رقص شعبي في سيدي بالعباس في المسرح جهوي سيدي بالعباس الثاني. جمهور اليوم راه عطشان 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 فولكلور، عطشان ثقافه، ان شاء الله اليوم نرجعوا لهم الروح تاعهم اللي كانت منسيه.